وإنه في مقام عظيم وإنه في منزلة رفيعة مع جده صلى الله عليه وسلم. ومن أخطأ ممن ينتسب إلى السنة في قتله يجب أن يرد عليه قوله، كقول أبو بكر بن العربي في كتابه العواصم من القواصم، إن الحسين بن علي قتل بسيف جده، هذا خطأ شنيع وجهالة فادحة وقول غير مرضي، فيرد على ابن العربي المالكي قوله هذا ولا كرامة، ولا يقال إن الحسين بن علي قتل بسيف جده، لأنه إذا كان يسمى خارجيا كيف يسمى خارجيا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيد شباب أهل الجنة؟ هذا الأمر لا يعقل، تناقض عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ويقول لفاطمة إن هذا الإبن معك ومع ابنك الآخر ومع علي، أنا وهم في مقام واحد يوم القيامة، كيف؟ وتأتي أن تقول للناس الخوارج كلاب النار، ثم تقول هذا حسين خارجي، ثم تقول للناس إنه حسين سيد شباب أهل الجنة، تناقض لا يقبل. فلا ينبغي لبعض علماء السنة أن تأخذه المسألة على أنها ردة فعل. هؤلاء آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، دينهم وحبهم ملة وقربة. يقول الفرزدق: من معشر قوم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم. هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله بجده أنبياء الله قد ختموا، إذا رأته قريش قال قائلها، إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. فالمقصود من هذا كله بيان ما وقع للإمام الشهيد أبي عبد الله الحسين بن علي عليه وعلى أبويه السلام. بعض العلماء يتحرج في قضية عليه على أن يقال عليهم السلام، هو يقال عليهم السلام بعض الأحيين ولا حرج، وقد كان علي إذا تحدث عن فاطمة يقول عليها السلام. نعم، بعض أهل السنة كالإمام النووي وغيره يقول يكتفى بقول رضي الله عنهم، نقول رضي الله عنهم في أغلب الأحوال، لكن لا، في مواقف مثل هذه لبيان فضلهم لا حرج أن يقول الإنسان عليهم السلام، فهم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أول من يدخلون عندما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. فآله قال بعض العلماء إنهم الأتباع، وقال بعضهم إنهم جميع بني هاشم، وقال بعضهم يدخل فيها بني المطلب، وقيلت أقوال كثيرة، لكن أول من يدخل من كانوا منه صلى الله عليه وسلم، لأن فاطمة من محمد والحسن والحسين من فاطمة، فهم مرضيون أئمة مهديون، لكن لا نقول